Hey everyone, and welcome to Dr. Abu RTN Academy channel. Today we are going to discuss part 2 of the pressure topic as part of the IGCSE physics course. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ال pressure in solids وقلنا ان ال pressure equals the force divided by area. وقلنا لو عندنا ال force constant يبقى كل ما ال area increase اللي موجودة في denominator كل ما ال area increase the overall fraction value will be less than the denominator زاد وبالتالي ال pressure هيقل. يبقى كل ما ال denominator بيزيد ال value بتاع ال pressure هتقل. يبقى لو انا عاوز اقلل ال pressure ازود ال area. وخدنا كذا example هنا منهم كان example بتاع ال stiletto heel ولو في عندي حذاء تاني الكعب بتاعه اكبر شويه يعني هنا 1 by 1 1 سنتيمتر by 1 سنتيمتر 10 mm. ادو سيدي هنا 10 mm by 10 mm 1 سنتيمتر by 1 سنتيمتر وقلنا ده 4 by 4 4 سنتيمتر by 4 سنتيمتر واتكلمنا ان لو نفس الست اللي وزنها 50 كيلو جرام لبست الشوز دوت ونفس الست لبست الشوز التاني دوت هنا هيكون عندي بريشر عباره عن 31.25 فقط جرام بير مليمتر سكوير في الحاله دي هيكون عندي حوالي 500 جرام يعني تقريبا بير مليمتر سكوير تقريبا عشان بس فرق ال الهيل بتاع الشوز دوت والشوز دوت ان دوت صغير الهيل بتاعته صغيره جدا 1 باي 1 وهنا 4 باي 4 تقريبا البريشر هنا 16 تايمز هنا 16 تايمز من البريشر الموجودين هنا وخدنا اكزامبل تاني هنا قلنا ان لو انا عندي فيل وزنه 3 طن 3000 كيلو جرام اوكي وقلنا ورجليه كبيره السيرفس الاريا بتاعت رجليه وان اوف هيز ليج كبيرة جدا زي ما احنا شايفين لو قلنا لك ان الفيل دوت اللي وزنه 3 طن 3000 كيلو جرام يقف على رجلك افضل ولا واحدة وزنها 60 كيلو جرام فقط تقف بالستريتو هيل على رجلك وقلنا بالحسابات ان افضل بكتير جدا جدا ان الفيل اللي وزنه 3 طن 3000 كيلو جرام يقف على رجلك ارحم من ان واحد تنزل مبدئيا بالستريتو هيل الرفيع ده اللي صغير قبل ما تنزل طبعا بالجزء دوت كله بوزنها 60 كيلو جرام على رجلك وعملناها بالحسابات وقلنا ان هي وزنها 60 كيلو جرام بتقسم على 2 لان عندها رجلين لكن الفيل 3 كيلو 3 طن بينزل على 4 رجول والاريا بتاعته كبيره جدا بالمقارنه بالاريا بتاعت ال الشوز او الهيل بتاع الشوز دوت وقلنا ان هيكون عندي 125000 نيوتن بير متر سكوير في حاله الفيل لكن في حاله الست دي هيكون عندي 3 مليون نيوتن بير متر سكوير از ا بريشر تخيلوا الفرق قد ايه عشان كده الاريا بتفرق كتير جدا جدا في حاله البريشرز بعد كده الدرس بقى بتاع النهارده it will be the pressures in fluids البريشر ان فلويدز طبعا هي مختلفه عن البريشر ان سوليدز بس هما الاثنين جايين from the same principle the principle says that the pressure equals the force divided area تمام لو انا عندي كونتينر زي ده كده زي الكونتينر ده وفي فلويد هنا موجود فيه برضو نفس الكونسبت البريشر ايكوال الفورس ديفايدد اريا طب ايه الفورس اللي موجود هنا الفورس اللي موجوده في الكونتينر دوت هي الووتر اللي موجود جواه لو افترضنا الوزن بتاعه هو نفسه الازاز او البلاستيك ده نيجليجبل فيبقى الكونتينر دوت الوزن اللي فيه الفورس اللي فيه هي الفورس بتاع الويت اوكي وبالتالي انا عندي البريشر عباره عن الفورس ديفايدد اريا طب الفورس في الحاله بتاعتي دي هتكون الويت اوكي دبليو البريشر ديفايدد الاريا طب انا عندي الويت ايكوال ام جي الماس تايمز الجرافيتي اوكي فانا ممكن اشيل الدبليو واحط مكانها ام جي عندي انا عارف برضو ان الماس بتاع الحاجه ايكوال رو في رو اللي هي الدنسيتي وفي اللي هي الفوليوم فانا ممكن اشيل لان انا عندي الدنسيتي ايكوالز mass divided volume mass per volume per unit volume right وبالتالي انا ممكن عندي ان انا اشيل ال m واحط مكانها رو في يبقى رو في اللي هي الماء الماس تايمز الجرافيتي زي ما هي ديفايدد اريا طب ما رو اللي هي الدنسيتي وفي الفوليوم الفوليوم بتاع الكونتينر عباره عن اي فوليوم في العالم عباره عن الاريا بتاع البيز تايمز الهايت اذا الشكل بتاعه ريجولار طالع من تحت لفوق بنفس الكروس سكشن بيكون الاريا بتاع البيز تايمز الهايت اوكي فبكون عبارة عن area times height ممكن اشيل الفوليوم واحط مكان الاريا بتاع البيز تايمز الاريا تايمز الهايت بتاع الووتر اللي عندي هنا هيديني الايه؟ هيديني الفوليوم طب ما انا عندي الاريا وعندي هنا نفس الاريا تحت
تمام، فممكن يكنسلوا مع بعضهم، هيفضل عندي رو اتش جي، او انا بحب اكتبها رو جي اتش، ماشي اوكي. فالبريشر هو رو جي اتش. من هنا دي اصبحت الفورمولا بتاعت البريشر ان فلويدز. لو احنا لاحظنا هنا ان الاريا اختفت، فاصبح ما بيفرقش معايا الاريا في اي حاجه. اصبح الفاكتور اللي بيأثر عندي هنا على البريشر ايه هو؟ الهايت بتاع الووتر، الليفل اوف ذا ووتر. اوكي، فلو الليفل الهايت ده كبير البريشر هيزيد، لو هو اكبر البريشر هيزيد اكتر، لو الهايت ده كان صغير لحد هنا يبقى البريشر اقل. ايه تاني اللي ممكن يفرق معايا؟ الجرافيتي. الجرافيتي هل الجرافيتي بتتغير؟ لا، الجرافيتي ما بتتغيرش، دي اللي هي الجرافيتيشنال فيلد سترينث بتاع الارث اللي هي 9.81 او 10 بناخدها السنه دي، احنا عندنا 10. اوكي، فده كونستنت ما بيتغيرش. يبقى فاضل مين؟ الاتش بتتغير كل ما تزيد البريشر يزيد طبعا. ايه تاني؟ الدنسيتي. هل الدنسيتي بيتغير؟ طبعا. لو انا عندي البي بتاع الفلويد ايكوال رو جي اتش، لو الاتش زادت والاثنين دول كونستنت، يعني لو الاثنين دول مثلا فور اكزامبل 20 ودي كانت 5، ال5 دي زادت وبقت 10، يبقى 20 تايمز 10 هيبقى ايكوال 200. في الحاله الاولانيه كان 20 تايمز 5 ايكوال 100، اما بقت 20 تايمز 10 بقت ايكوال 200. يبقى كل ما الاتش تزيد، كل ما الهيتش تزيد اللي يحصل البريشر هيزيد. ايه تاني؟ الدنسيتي برضه هتزيد، كل ما الدنسيتي تزيد البريشر هيزيد. يبقى عندي هنا باختصار تو فاكتورز بيأثر عندي على البريشر بتاع الفلويد، الهايت والدنسيتي بتاع الليكويد نفسه. تمام، ده احنا قلنا هنا دي الاريا، البيز اريا اوف ذا كونتينر. ات از ديفرنت ذان ذا هامرنج، سو ذا بريشر ان فلويد ديفرنت ذان hammering a nail in the wall. Hammering a nail in the wall, you have the nail for example, okay, and this nail has a very small surface area هنا. It's a very small surface area والwall بتعمل عليه، فتشوف انت الفورس قد ايه والسمول اريا، الفورس قد ايه والسمول اريا قد ايه، فورس ديفايد الاريا يديك البريشر، هو بيكون هيوج بريشر. بريشر عشان كده النيل كان بينتريت ذا وول، اوكي، يقدر هي كان جوز انسايد ذا وول. لكن في حاله الليكويد لو انا جبت النيل، there is no resistance, there is no reaction from the water, from the liquid, so it will sink inside the liquid or inside the water. Okay, وبالتالي هنا الكونسبت ان البريشر في الفلويد، خلاص احنا استخدمنا نفس الجنرال برنسبل، بس ما ينفعش نقول فورس ديفايدد اريا اني مور، بنستخدم القانون بتاعنا بريشر في حاله الفلويد ايكوال رو جي اتش. طيب انا دلوقتي لو عايز اجيب البريشر عند النقطه دي، ما فيش عندي حاجه اسمها اريا، لان هي البريشر عندها هي عباره عن الفورس اللي فوقيها، الفورس اللي فيها هي نقطه، فالنقط اللي فوقيها هي كل نقطه فوقيها نقطه، مفيش حاجه اسمها اريا، اريا كبيره ولا صغيره. اصبحت البريشر هنا هي عباره عن الفورس بتاعتها اللي هي الويت اللي فوقيها، والاريا هي نفس الاريا مش هتتغير لان هي نفس النقطه. تمام، فعشان كده اختفت من عندي موضوع الاريا، ما عادتش موجوده one of the variables. اوكي، باصبح في عندي حاجتين، الدنسيتي الرو والاتش. اوكي، الهيتش دي الاتش الفيرتيكال. اوكي، يعني لو عندي مثلا حاجه ثانيه هناخدها في السلايدز اللي جايه، لو عندي حاجه ثانيه مايله كده، ده مش الاتش، ده اللينس بتاعها، الهايت والفيرتيكال هايت فقط، الفيرتيكال هايت. فهيتش از ذا فيرتيكال هايت، رو از ذا دنسيتي اوف ذا ليكويد، هيتش از ذا ديبس انسايد ذا ووتر of the liquid in the container. G gravitational acceleration او gravitational field strength. اوكي، اللي بتبقى لو قلنا اللي هي الاكسلريشن تول بي متر بير سكند سكوير او نيوتن بير كيلوغرام اوكي. سو اي هوب ذات ذس سلايد از كلير، سو ليت اس موف تو ذا نيكست وان. ذا نيكست سلايد سيز ذات ذا بريشر اكس ان اول ذا دايركشن، ان ذا كيس اوف ذا فلويد ذا بريشر اكس ان اول ذا دايركشن. يعني احنا عايشين وكل حاجه حوالينا فيها بريشر، انت عايش ماشي في الشارع او قاعد في مكانك انت بتذاكر فيه، في بريشر من الهواء جاي على الهيد بتاعك، جاي على ايديك، جاي على رجليك، على كل حاجه عندك البريشر دوت بيضغط عليك، بيضغط عليك. تمام، وانت ما بتتنفس بتدخل في اللانجز بتاعك وفي الجسم بتاعك بريشر، اتموسفيريك بريشر بيخرج جوه جسمك، فانت عندك جوه جسمك اتموسفيريك بريشر وبره جسمك اتموسفيريك بريشر، فعاملين بالانس. تمام، بس لو انا جبت حاجه فيها ليكويد واي سكويز ديت زي ما شايف هنا مثلا في الشكل ده كده، اي سكويز ديت، اوكي، بيبدا يحصل بريشر عند اللي ضغطت عليها، قللت الفوليوم بتاعها بقى في بريشر هنا. لو الباك دي او الساك دي مخرومه، اللي يحصل هيبدا يخرج منها الليكويد من الاخرام دي، لان اصبح اندر هاي بريشر، اصبح البريشر اللي جوه اللي انا عمل اي ام سكويزنج ات هنا. فايه اللي بيحصل؟ وانا سكويز ات البريشر جوه بيزيد، يبقى اكتر من الاتموسفيريك البريشر اللي بره، فيبدا يخرج لبره، يبدا يخرج لبره. تمام،
والبريشر هنا بي ان اول ذا دايركشنز. So the pressure in the fluid P equal rho GH, pressure acts in all the direction in the fluid. So the fluid under pressure pushes all the surfaces in contact with it. سواء كان من بره كان هنا الفلويد ده فيه under pressure, it push the surface هنا, surface هنا, surface هنا في كل الاتجاهات. ولو انا عندي افترضت مثلا ان هو ده الفلويد اللي عندي احنا في البحر هنا وفي سمكه موجوده عندي هنا داخل البحر نفسه, فالبريشر اللي جاي على من الووتر ده بيجي على السمكه دي من كل الاتجاهات لان في ميه من كل الاتجاهات. كل الليكويد اللي هنا دوت او الفلويد اللي هنا ده عليه بريشر فبيضغط على السمكه من كل الاتجاهات. تمام؟ ف it pushes all the surface in contact with the air inside and outside the houses, our house. في هواء جوه البيت يبقى في اير بريشر جوه البيت, اتموسفيريك بريشر بتاع الجو اللي احنا عايشين فيه, اتموسفيريك بريشر جوه البيت بتاعنا. وفي بيضغط على الويندو من بره وبيضغط على الويندو من جوه. تمام؟ بيضغط على الحيطه من بره وبيضغط على الحيطه من جوه وهكذا. طيب في عندي بعض الاشكال هنا اللي كنا بنتكلم عليها عشان يثبت لك ان لو في عندك فاكيوم او لو في مفيش بالانس اوف ذا بريشر بره وجوه, يو كانوت بول ايفن سمول ثينج اور سمثينج. في عندي الماكبرج هيمسفيرز, دي هي عباره عن هيمسفير يعني نص كوره, ماكبرج ده اسم الشخص يعني. فهي بيقول لك هنا ايه, عبارة عن a pair of large copper hemispheres. So this is copper hemisphere made of copper and this another hemisphere half sphere. تمام؟ وعندهم rims هنا اللي هي الحروف بتاعتهم دي, الـ 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 الحروف الخارجية. اوكي؟ يعني الحرف بتاعها او الشفة بتاعتها او الريم بتاعتها, الحدود بتاعتها الداخلية دي, دول بيدخلوا بعضهم بس عشان ما يدخلش اي هواء هنا. فعمل ايه؟ فدهن الريمز دي بجريس. اوكي عشان نعمل اكسبيرمنت. ذيس كولد ماجدبرج هيمسفيرز. اوكي ار بير اوف لارج كوبر هيمسفيرز وذ ميتنج ريمز. وهنا في عندي ريم وفي ريم ثانيه ناحيه, واحده ميل واحده في ميل عشان يدخلوا في بعض ايه ما يدخلوش اي هواء. تمام؟ وذ ميتنج ريمز دي وير يوزد تو دمونستريت ذا باور اوف ذا اتموسفيريك بريشر. عاوز يوريك ان الهواء اللي انت بتستهون بيه دوت اللي موجود حواليك في الاتموسفير ده قوي جدا, ليه تاثير قوي. يعني انت ممكن اصلا ما تقدرش تتغلب عليه وانت عايش وماشي في وسطه, وتحرك ايدك وتزق الهواء وتحرك الهواء, بس هو فعلا مش لا يستهان به يعني, مش قليل. When the rims were sealed, لما جبت الرمز دي اللي هنا دول او دول, تمام, و I sealed them, غلفتهم تماما ومنعت اي تسريب منهم with grease. اوكي and the air بعد كده بيكون مركب هنا valve, هنا شايف الفالف ده. تمام؟ الفالف ده او اللي هنا دوت هو ده نفسه الفالف, يعني الحته دي من جوه من هنا كده مفتوحه وموصلين بالفالف ده, بيفتح الفالف ده ويشفط الهواء اللي جوه, ما يخليش فيه اي هواء, يخلي فيه فاكيوم فاضي يعني ما فيش اي هواء, لان الهواء اللي جوه وقت ما انت عبيته كان فيه اتموسفيريك بريشر فكان عامل بالانس جوه مع اللي بره. هنا برده كان فيه بالانس اللي جوه مع اللي بره زي ما انت شايف هنا كده, شفت فيه بالانس هواء هنا من جوه. تمام؟ هواء من جوه ناحيه بره وهواء من بره ناحيه جوه. اوكي فبالتالي في بالانس, لكن لما انا حطيت الفالف ده وشفطت الهواء من هنا, خرجته بره, شفطت الهواء كله, عملت ساكنج للاير اللي موجود هنا, شلته كله, اصبح جوه مفيش عندي اي اتموسفيريك بريشر, اصبح زيرو البريشر جوه, زيرو. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ اصبح البريشر اللي بره هنا بيضغط عليه من كل الاتجاهات بريشر كبير جدا جدا اللي هو الاتموسفيريك بريشر, وجوه زيرو, اصبح بره اكبر من جوه. وبالتالي جابوا هنا اصبح في عندي فاكيوم جوه, فبالك ذا سفير كونتين ذا فاكيوم بعد ما سحبنا منها الهواء اللي هنا الاير, كود نوت بي بولد ابارت, ما يقدروش ان هم يبعدوهم عن بعضهم, يشدوهم مع بعضهم. وجابوا تيمز اوف هورسز, اوكي, احصنه, وربطوا واحده فيهم من الناحيه دي وواحده فيهم من الناحيه دي, وخلوا مجموعه من الاحصنه تشد من هنا ومن هنا, وما يقدروش ان هم يفصلوهم عن بعضهم. فده بيوريك قوه الاتموسفيريك بريشر اللي موجود عندنا. تمام؟ اتمنى السلايد دي تكون واضحه. خلينا على السلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها هنا برضو بتتكلم على نفس الكونسبت, بتتكلم برضو على الاتموسفيريك بريشر اور اير بريشر او بارومتريك بريشر زي ما بنسميه, سواء نسميه اتموسفيريك معناه اللي من الاتموسفير اللي حوالينا, الهواء العادي اللي حوالينا, ساعات بنسميه الاير بريشر اللي هو البريشر بتاع الهواء, او البارومتريك بريشر اللي هو الضغط برضو الهواء الجوي نسبه الى كلمه البارومتر. اوكي, لان احنا عارف ان هو البريشر بتاعنا بيتقاس بالبار. اوكي, فالبار ده اللي هو الضغط الجوي, 1 بار ايكوالز 1 اتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي, عشان كده سموه الباروميتر, بيقيس البار يعني, المتريك بيقيس الايه, بيقيس البار, بارومتريك بريشر. اوكي, ات از
the force exerted on the surface by the air, okay, surrounding to or above it. انا عشان يعملوا الاكسبيرمنت دي برضو جابوا هنا كان في عندي كونتينر او تانك اوكي او كان هم عشان كده هم حتى في اكسبيرمنت شهيره جدا اسمها الاكسبيرمنت بتاع الكولابسنج كان اكسبيرمنت ان هو يعمل اكسبيرمنت على الكان ويشوف الكان دي هاو اتس كولابسنج سكويزد اوكي تتفعص تمام فايه اللي بيحصل جاب كان وفي هواء من بره اتموسفيريك بريشر من بره وفي اتموسفيريك بريشر من جوه ركب فيها فالف زي ده كده بيدخل ويخرج كل حاجه ومره واحده امشفط الهواء اللي جوه ده كل الهواء اللي جوه حصل ايه سكويز ليه لان بقى عليها بريشر من بره وهو شفط الهواء اللي كان عامل بالانسنج بريشر في الداخل هنا في الداخل كان في بريشر داخلي بالانسنج للبريشر اللي بره اصبح ما عادش عندي في بريشر داخل اللي كان فايه وفي بريشر بره فحصل لها سكويزنج اوكي فده بيسموها او كولابسد فبيسموها كولابسنج كان اكسبيرمنت اوكي فهو هنا بيجيب الاكسبيرمنت وبيوصل هنا دي لبامب تو بامب اوت نوت بامب ان لك سكشن اوكي سكشن بامبنج اوت ذا اير شغل الزرار السويتش اون بامب اوت ذا اير بقت فاضيه ما عادش فيها اير من جوه هنا كان فيها اير والاير ده كان عامل بريشر هنا ما عادش فيها اير داخلي تمام وبالتالي اصبح امبالانس بقى في من بره بس فحصل هنا موضوع كولابسنج الاكسبيرمنت هنا اللي هي الكولابسنج كان اكسبيرمنت ذيس اكسبيرمنت تو بروف ذا اكزيستنس اوف ذا اير بريشر اوكي اور اتموسفيريك بريشر لان لو ما كانش فيه كان عادي لما تخلي هنا فاكيو ما فيش حاجه وبره ما فيش حاجه كانت هتفضل بنفس الشكل بتاعها زي ما هي لكن ايه اللي خلاها يحصل لها سكويزنج او كولابسنج لان في بريشر فعلا موجود بره وما فيش واحنا سحبنا البريشر جوه بقى زيرو فحصل كده حصل لها كولابسنج اوكي فهنا بيقول لك بيفور وي دو ذيس اكسبيرمنت بروف ذا اكزيستنس اوف ذا اير اور اير بريشر اور اتموسفيريك بريشر قبل ما نعمل اكسبيرمنت when the can was full of air هنا او كان كانت زي دي كده full of air او الكان كانت زي دي كده full of air before كانت مليانه هواء عادي اوكي the air pressure inside it was balancing the air pressure outside it the pressure outside can balance by the air pressure inside it after we pumped out okay or sucked the air when the air inside the can pumped out the vacuum inside the can couldn't withstand ما قدرش هو يقاوم البريشر اللي جاي من بره هنا could not withstand the air pressure from outside okay so it's collapsed and this proved that we have air pressure outside لان ما كانش عندنا outside it would not it should not be collapsed okay وده اثبات اللي بيسموه الكولابسنج كان اكسبيرمنت ده وظيفتها الوحيده بتثبت لي ان في اير بريشر حوالينا في الهواء الجو اللي عايشين فيه في اتموسفيريك بريشر لان لما خليت جوه الكان زيرو حصل كولابسنج معناه ان في حاجه من بره بتضغط عليها اتمنى الكولابسنج كان اكسبيرمنت تكون واضحه بالنسبه لنا تمام هنا هنبدا نتكلم على حاجه ثانيه جديده شويه هي مش جديده بس يعني اقصد بتعمق يعني اكتر او نتطرق لنواحي ثانيه مختلفه فيها اللي هي الاستاتيك فلويد بريشر ده وتاثيره زي ما انا قلت لكم من شويه ان انا عندي البريشر ايكوال رو جي اتش الهيتش هنا لو زادت الدبس كل ما يزيد البريشر يزيد يبقى لو انا قلت لك تنزل في البحر وتعوم في الليفل ده هنا ولا تنزل في البحر وتعوم في الليفل ده هنا اكيد هتختار تعوم فوق لان البريشر فيك هيكون صغير حبه ميه صغيرين هم اللي فيك الهايت صغير بتاع الميه اللي فيك وبالتالي البريشر هيكون صغير عشان كده الجماعه الدايفرز اما بينزلوا اعماق كبيره جدا جدا بياخدوا معاهم اجهزه وحاجات كتير لان بيعمل ضغوط عليهم واحيانا لو يعني دايفر وقعد فترات كبيره شغال في المجال دوت احسن بيحصل له مشاكل صحيه كتير من كتر البريشر اللي موجود عليه وعلى البريم بتاعه وعلى الاجهزه بتاعته ف البريشر ايكوال رو جي اتش الحاجه الثانيه ان انا ممكن عندي الدنسيتي ممكن واحد ينزل في نهر النيل قبل ما ننشف يعني حد ينزل في نهر النيل وواحد ثاني ينزل في البحر والاثنين على نفس الدبس فور اكزامبل مثلا اسيوم 2 متر اوكي اللي في البحر ده يتعرض للبريشر اكتر لان السولتي ووتر الدنس بتاعته اكبر من الفريش ووتر او البيور ووتر لان في ملح والملح الدنس بتاعته كبيره تمام فالسولتي ووتر بيكون الدنس بتاعته بيكون اكبر وبالتالي اللي موجود في السولتي ووتر يكون عليه بريشر اكبر فبيقول لك هنا ايه ذا ستاتيك فلويد بريشر تشينج وذ ذا ديبث اوكي يبقى الفلويد بريشر تشينج وذ ذا ديبث يبقى انا لو عندي نقطه هنا في البوتوم اوف ذا كونتينر يبقى البريشر اللي عليها هو البريشر الناتج عن وزن العمود بتاع الليكويد اللي موجود عندي كده اوكي ذا ويت اوف ذا كولوم اوف ذا ووتر اوكي وطبعا مفيش اريا ولا عندي حاجه لان هي نقطه وكل نقط اللي فيها بس هي ده التاثير على كل نقط اللي فيها لو انت حتى واقف في الهواء هنا بره اوكي
البريشر اللي عليك جاي من الاتموسفير، من اول الاتموسفير بتاع الكره الارضيه لحد دماغك هنا، تمام؟ هو وزن عمود الهواء من اول راسك لحد الاتموسفير اللي في السماء فوق، اللي في لحد الاتموسفير، تمام؟ لو انت طلعت فوق هنا في طياره ولا في حاجه، هيبقى وزن عمود الهواء اللي فوقيك بقى اصغر شويه، هيتعرض لضغط اقل. عشان كده الانسان لما بيطلع في الطياره فوق بتلاقي ودانه بيتقفل بعد فتره، او هو بيجي ينزل ودانه ممكن تتقفل. ليه؟ لان بيحصل تغير في البريشر. اذا الطياره بتنزل بسرعه او بتطلع بسرعه، بيحصل تشينج في البريشر، لان ايه؟ اصبح وزن العمود الهواء الكولوم اوف ذا اير ويتش اون توب اوف يور هيد ات ويل بي تشينج، وبالتالي البريشر يتغير، فبيبدا الديافرام بتاع اللي موجود في الودن بيبدا ايه يحصل فيه تغيرات، فعشان كده بتحس ان انت مش مرتاح، او ممكن دايخ، او ودانك هتحصل لها بلوكنج او اي حاجه زي كده، تمام؟ طيب بيقول لك as far as you go deep inside the fluid the weight of the fluid، لو انت رحت deep هنا ال weight of the fluid بقى اكتر، بقى بدل ما كان وزن هنا كده كان وزن الحتة دي الجزء ده بس، لو نزلت هنا يبقى وزن الجزء ده كله، لو نزلت في القاع هنا يبقى وزن الجزء ده كله، ال H بتاعتك عمال يزيد، لما ال H يزيد ال pressure يزيد. عشان كده اما حد بيبني دام زي السد كده اللي اتبنى في اثيوبيا كده اللي وقف لنا المية بتاعت النيل دوت، اللي اتوقع عليه في 2015 دوت، السد دوت كل لما تنزل تحت هنا العمق بتاعه، لو انت شفت الكروس سكشن بتاعه هتلاقيه من تحت كبير، القاعده بتاعته كبيره، ومن فوق التب بتاعه رفيع. طيب ليه كبيره من تحت؟ لان انت كل ما تنزل تحت البريشر هنا صغير، فبيأثر على 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 الكروس سكشن الصغير ده يقدر يتحمله. لو نزلت اكتر البريشر بيزيد، محتاج كروس سكشن اكبر عشان يقدر يقاومه. لو نزلت اكتر واكبر البريشر يبقى عالي جدا جدا، لان عباره عن كل الهايت دوت رو جي اتش اند اتش، ادي العمق ده كله، تمام؟ وبالتالي اما تم العمق ده كله هيكون عندك بريشر كبير، فانت محتاج اكبر اريا هنا عشان تقدر تكون ويزستاند، تتحمل او تقاوم البريشر اللي موجود عندي هنا. فبالتالي كل ما تنزل تحت محتاج الايه؟ الويت بتاع الدام ات ذا بوتوم اكبر بكتير جدا جدا منه ات ذا توب. As deep as you go inside the fluid the weight of the fluid above the objects، لو افترضت object تحت هنا الويت يبقى هو ده اللي بيعمل لي البريشر عندي، اوكي؟ The weight of the fluid will increase وبالتالي البريشر برضه will increase، اوكي؟ Therefore the dam's bases البيز القاعده بتاعته بتاع الدام are thicker than the dam's tips، اوكي؟ اكبر من التب بتاع الايه؟ الدام. Thicker than the dam's tips، اوكي؟ To withstand the higher pressure at the bottom. نفس الفكره هنا كده، لو انا جبت حاجه عندي مثلا زي الديستنيشن كولوم كده، او عمود التقطير دوت الموجود عندي، او اي كونتينر متخرج من فوق من تحت ومليته هنا بليكويد، ايه اللي يحصل؟ لو جبت عند النقطه هنا كده ايه اللي يحصل؟ البريشر هو بس الجزء اللي فوقيها ده، بريشر صغير. لو جيت عند النقطه دي كده البريشر هو عباره عن وزن كل الليكويد، او هو البريشر بتاع كل الليكويد اللي فوقيه دوت. طبعا انا عندي كميه الليكويد زادت فالبريشر هنا هيزيد. فعند النقطه دي كده هلاقي البريشر اكتر واكتر، عشان كده البريشر هنا اعلى حاجه، عشان كده لو فتحت هنا اي نوزل او اي ثقب او اي فتح هنا كده ايه اللي يحصل؟ ابص الاقي عشان البريشر كبير هتبدا الليكويد او الميه يروح مسافه كبيره، يطلع ببريشر عالي جدا يروح مسافه كبيره. لكن لو جيت هنا هيروح مسافه اقل شويه، لو فوق هيبقى البريشر بتاعه ضعيف يا دوب هينزل هنا كده. لو طلعت فوق هتلاقيه ينزل كده على جسم الايه؟ جسم الكونتينر نفسه. يبقى كل ما انزل تحت العمق ايه اللي يحصل؟ الاتش بتزيد، ولما الاتش بتزيد البريشر يزيد، ممكن يمشي مسافه اكتر. يبقى اما يرسم لي رسمه زي دي كونتينرز ده ويقول لي اي واحد في الثلاثه ده الهاي بريشر الجيت اللي طالع منه، او النوزل او الجيت اللي طالع اكبر واحده دوت، يبقى الهاي بريشر جيت عشان في عندي هاي اتش، اوكي؟ الاتش ذا جريتست فاليو، اوكي؟ لما نيجي هنا على الفلويد البريشر ان فلوز ونكمل مره ثانيه، هنيجي برضو الموضوع اللي الافكت اوف ذا دنسيتي، لان احنا كنا اتكلمنا دلوقتي على الهايت في الاكزامبل اللي فات، هنا برضو جاست ويل كام ان تاتش وذ ذا دنسيتي از ويل. The density of the fluid also impact the pressure. Okay, the pressure of the object depend also on the density of the fluid above it. Okay, in addition to other factors, which is the height. Okay, the example of salty water. لو انا عندي salty water is more dense. Okay, لو انا عندي حد قاعد هنا في salty water. Okay, diver دوت في salty water وده في fresh water. والسؤال اللي سألهوني هنا قال لي the diagram below shows two scuba divers at the bottom of two different swimming pool. هنا في البوتوم بتاع swimming pool وهنا البوتوم بتاع swimming pool تانية. The salty water هنا salty water وهنا fresh water. Okay, explain which diver feels the least pressure, the minimum pressure. أي واحد فيهم؟ أنا عندي البريشر إيكوال رو جي اتش، أوكي؟ بريشر
equals رو جي اتش. اللي بتغير عندي الرو كل ما الرو تزيد البريشر يزيد. انا عاوز اقل حاجه، انا عاوز اقل دنسي واقل اتش قدر. انا عندي الاثنين اقل، طبعا في ممكن يكون واحده اقل واحده اكبر. في الحاله دي لازم تعمل مالتيبليكيشن وتشوف النتيجه. ما تعمل ده تايمز ده تايمز ده، مين فيهم اللي ايه؟ سواء تعمل ده تايمز ده تايمز ده، يكون مين فيهم اللي ايه الاقل المالتيبليكيشن. لكن الحاله بتاعت كلير كيس، الاتش هنا اقل والدنسيتي بتاع الفريش ووتر اقل، الاثنين اقل، يبقى الرو اقل والاتش اقل. لما الاتش والرو الاثنين اقل، اللي يحصل الاثنين اقل معناه ان البريشر هنا هيكون اقل. يبقى الفريش ووتر في الحاله دي هيكون اقل من السولت ووتر، لان السولت ووتر دنسيتي اكبر وهيتش اكبر. اوكي، from the equation for static pressure, okay, which is this one, this is the equation of the static pressure, compare the depths and densities, okay, the depths, h and density, and from this we'll come to know that this one is the least, the minimum pressure, okay. Coming to this example, برضو هو نفس الفكرة نفس الكونسيبت، بس هناخد هنا حاجة بس بسيطة جديدة. موضوع ايه؟ الشيب بتاع الكونتينرز. اوكي، ممكن واحد يجي يقول لك ان انا عندي الاشكال دي كده موجودة، انا بريشر عندي نقطة ايه والنقطه بي والنقطه سي والنقطه دي والنقطه اي، البريشر عند انهي واحده فيهم اكبر؟ عند التخينه دي المفروض، صح ولا عند التخينه دي ولا عند الانفيرتد كون دوت ولا الرفيعه ولا انهي واحده بالظبط؟ المبدا بيقول لو انا عندي كونتينوس فلويد، يعني الليكويد ده شفت متوصل ده متوصل بده متوصل كلهم موصلين بعضه، يعني لو انت جيت مثلا ورميت هنا مثلا حبه لون احمر هتلاقي اللون ده يقعد يمشي بعد شويه ويجي هنا ويروح في كل، يعني كلهم متوصلين، ده كونتينوس فلويد. لو عندي كونتينوس فلويد كل البريشر عند اي نقطه عند نفس الليفل ايكوال. اوكي، يبقى لو قلت البريشر ما دام اي وبي وسي ودي واي كلهم عند نفس الليفل، يبقى البريشر عند اي ايكوال البريشر عند بي ايكوال البريشر عند سي ايكوال البريشر عند اي ايكوال البريشر كله، وكلهم هيبقوا على نفس الليفل لان هم اصلا كونتينوس. تمام، هتلاقي الليكويدز كلها على نفس الليفل والبريشر عند النقط اللي على القاعه عند ايه عند نفس ده. البريشر لو خدت اي ليفل هورزونتال كده ونشوف البريشر عند النقطه دي هو نفس البريشر عند النقطه دي، هو نفس البريشر عند النقطه دي، هو نفس البريشر نفس والبريشر هو عباره عن ايه؟ عن الفيرتيكال هايت. خد بالك انت هنا في عندك لينث كبير، يعني انت لو شفت هنا دي كده هتلاقي الطول ده فيرتيكال اصغر من الطول ده. انا ماليش دعوه بالطول المايل ده ابدا، انا كل يهمني الفيرتيكال هايت، الفيرتيكال هايت من اول هنا لحد هنا اللي هو نفس الحاجه. تمام، لو افترضت كده نفس الحاجه الفيرتيكال هايت، ماليش دعوه بالمايل ده ابدا. تمام، انا كل بحسبه فيرتيكال هايت. فهنا بيقول ايه بقى؟ ذا بريشر ديبند اون ذا هايت اوكي اوف ذا فلويد نوت اون ذا كونتينر شيب. سو ان شاء الله يجيب لي اي شكل يعجبه، ات دازنت ماتر فور مي. اوكي، نوت اون ذا كونتينر شيب اور ذا كونتينر كروس سيكشن. فهنا الشيب بتاعه عامل شكل كده، ما بيفرقش معايا الشكل ده او كروس سيكشن كبير وده صغير، مش هيفرق معايا الكروس سيكشن ولا الشيب. اول ذا بوينت ات ذا بوينت ات ذا سيم ليفل ان ا كونتينوس كونتينوس فلويد they are having the same pressure, so the pressure at point A, B, C, D are the same. Okay, هنا coming to this point، لو انا عندي نقطه هنا A سميها نقطه 1، البريشر اللي عند 1 دوت هو عباره عن ايه؟ البريشر عند at point 1 ايه هو؟ ما عندهاش اي حاجه فوقيها خالص، لا عندها، عندها الاتموسفير الاير. لو قال لك الحاجه مقفوله ومتحوط عليها ومفيش حاجه تدخل وتخرج منها، ساعتها اقدر اقول ان ممكن يكون فيها فاكيوم وما فيهاش اير. لكن لو اي حاجه مفتوحه للهواء كده عنده اتموسفيريك بريشر، يبقى عند النقطه اي دي في اتموسفيريك بريشر. يبقى البريشر عند النقطه 1 البي عند 1 هو اتموسفيريك بريشر. تمام، طب امال البي عند 2؟ البي عند اي نقطه هو كل اللي فيها، يبقى البي عند نقطه 1 هو كل اللي فيها، مفيش حاجه فيها غير اتموسفيريك، يبقى خلاص هي اتموسفيريك. طب البريشر عند النقطه 2 كل اللي فيها، ايه اللي فيها؟ اللي فيها هو البريشر عند النقطه 1، اوكي البريشر عند النقطه 1 اللي هو اللي فوق ده بلس الحبه دول، يبقى البريشر عند النقطه 2 هو ايكوال البريشر عند النقطه 1 بلس البريشر اللي هنا. طب البريشر عند النقطه 1 هو الاتموسفيريك بريشر، يبقى البريشر عند 2 هو الاتموسفيريك هو الفرق الهايت دوت بلس البريشر اللي كان هنا، يبقى هي عباره عن بي 1 بلس رو جي اتش. اوكي، ده اسمه البريشر عند النقطه 2. طب البريشر عند 1 كان اتموسفيريك، يبقى هو البريشر عند 2 هو عباره عن الاتموسفيريك بلس الرو جي اتش. تمام، اتمنى يكون ده برضو واضح. تعال ناخد هنا بس فيري كويك اكزامبلز. هنا في الاكزامبل ده ات سيز ذات ذا دايجرام شوز، ما اعرفش اذا كان واضح ولا، خلينا نوضحه اكتر. اوكي، في الاكزامبل ده ذا دايجرام شوز 3 ديفرنت كونتينرز، each container contains water، فبالتالي محدش فيهم يقول لي الدنسيتي.
لان هم كلهم فيهم ووتر، محدش يقول هاي دنسي ولو دنسي، واحد فيهم اويل، واحد فيه ميركوري، واحد فيه ووتر، كلهم نفس الدنسي كونتينز ووتر، وما قالش ان في سولتي ووتر وفريش ووتر، تمام، اوف ذا سيم ديبث. فبالتالي حتى لو حد شكك ان الليفل متغير، هو قال لي ات ذا سيم ديبث، which statement about the pressure of the water. Okay, what is statement about the pressure of the water on the base. عاوز البريشر بتاع الووتر على البيز، البيز القاعدة، تمام، البيز هنا كوتر is correct. The water pressure is great, is the greatest at container J. Okay, ولا the water pressure is greatest at container K ولا at L، ولا the water pressure is the same at the three container. وبالتالي عند البيز هنا وعند البيز هنا وعند البيز هنا الووتر بريشر ات ذا سيم ات ذا 3 كونتينر، سو دي از ذا رايت انسر. اوكي، اكزامبل 2 هير، ات سيز اي هاف 4 جلاس تانكس كونتين ووتر، كل واحد من التانكس دول فيه ووتر، تمام، ان ويتش تانك ذا بريشر اوف ذا ووتر اون ذا بيز از ذا جريتست. ويتش تانك البريشر اوف ذا ووتر اون ذا بيز، ذا بريشر اوف ذا ووتر اون ذا بيز، هو ما قاليش البريشر اللي على البيز بتاعه الكونتينر اللي بين الكونتينر وبين الايرث، تمام، فبالتالي لو قال لي بين الكونتينر وبين الايرث كنت لازم اجيب الويت بتاع كل ووتر والفورس ديفايدد الاريا، تمام، لكن هو قال لي ذا بريشر اوف ذا ووتر اللي داخل الكونتينر نفسه. اوكي، عند نقطه which in which tank the pressure of the water on the base is greatest، البريشر بيعتمد فقط على الهايت الفيرتيكال هاي، فانا عندي الهايت هنا 4، الهايت هنا 3، الهايت هنا 2، الهايت هنا 1، وبالتالي ده it will be the greatest one، تمام؟ لو قال لي البريشر بتاع البريشر على الفلور هنا او على التيبل او تبقى كنت لازم اجيب الويت كله، يبقى P equal، ده بقى مسألة، تبقى مسألة سوليدز، لان في مسألة السوليد هيبقى عندي البوكس دوت او الكونتينر او التانك ده كأنه في ايس، كأن في حديد، كأن في اي حاجة مقفول بالنسبة لي، بغض النظر ايه اللي جواه، هيتكلم عليه كسوليد، في الحالة دي يبقى البريشر equal force divided area. لكن انا عندي دلوقتي هو بيتكلم في مساله ليكويد، عاوز البريشر بتاع الووتر عند البيز، البريشر بتاع الووتر عند البيز رو جي اتش، ملوش دعوه بالاريا، تمام، فايه الرو ما دام كلهم ثابتين يبقى هي الهيتش فقط، تمام، الهيتش هنا اكبر واحده، يبقى دوت اكبر، ده الاجابه الصحيحه، تمام. بالنسبه للسلايد دي هنتكلم فيها عن حاجه جديده اسمها الباروميتر. الباروميتر ده الجهاز اللي من اسمه كلمه بار بنقيس بيه الاتموسفيريك بريشر، الاتموسفيريك بريشر. سو هاو تو ميجر ذا اتموسفيريك بريشر، ده جزء اكسبيرمنت وجزء برضه منه ثيري. اوكي، فانت لازم تفهم الميركوري باروميتر. الميركوري باروميتر بيعملوا ايه؟ بيجيب الانبوبه دي اللي انت شايفها قدامك دي ويملاها على الاخر ميركوري، ويجيب الحوض ده ويحط فيه كتير جدا او يقرب يملاه يعني ميركوري، تمام، وبعد كده يجيب الانبوبه دي بعد ما كان حاططها كده عدله كده، خلينا نسيبها في مكان تاني، بعد ما كان حاططها هنا كده وقعد يعبيها كلها ميركوري كده لحد الاخر من اول اخرها، قلبها عملها خلاها انفرتد تيوب بالشكل ده كده، انفرتد بقى وشها تحت، الفتحه بتاعتها تحت ومقلوبه كده، وحطها في كونتينر مليان ميركوري. ليه حطها في كونتينر مليان ميركوري؟ لان ممكن حاجه من هنا تنزل في الميركوري او ميركوري او ميه من هنا او اي اويل او وات ايفر السائل اللي هي ما هوش ميركوري يدخل في قلب البتاع، وبالتالي هيبقى ميكس، مش هيبقى ولا ميركوري ولا ووتر ولا اويل، هيبقى ميكس، مش هنقدر نحسب الدنسيتي. فانا عاوز حاجه ستريت فورورد يكون اقدر احسب الدنسيتي، فما يكون هنا ميركوري وهنا ميركوري، لو نزل من هنا جزء من الميركوري اللي هنا نزل في الكونتينر او في البيز او دخل جزء من هنا لهنا مش تفرق معايا، لهم في الاخر هم نفس الدنسيتي بتاعه الميركوري، تمام. فاحنا بنجيب التيوب دي ونملاها ميركوري على الاخر ونقلبها، نعمل لها انفرشن، نخليها ابسايد داون. ايه اللي يحصل؟ هيقعد طبعا ده هينزل هينزل هينزل، هيقعد الليفل ده ينزل 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 ينزل، بدل ما كان لحد هنا هيبقى لحد هنا او لحد هنا او لحد هنا وات ايفر، ويفضل سايبين لحد ما يقف. اما يقف معناه ايه؟ هو دلوقتي عندي هنا وقف، وقف لحد هنا كده، معناه ان وزن ال طبعا احنا قلنا البريشر ات ذا سيم ليفل از ايكوال، سواء عندي الليفل بتاع الميه ده، شايف الليفل بتاع الميه ده؟ انا عند الميه هنا في السيركل دي، الليفل دوت هنا كلهم على نفس الليفل، ماشي، كلهم هنا كده على نفس الليفل، شايفينهم اهو. فهنا عند النقطه دي لو جيت عند ايه البريشر اللي فيها؟ اتموسفيريك بريشر، مفيش حاجه هنا غير اتموسفير، هوا فوقيها اتموسفير. طب النقطه اللي جوه الليكويد دي مع نفس الليفل، تمام، البريشر اللي جواه ايه؟ البريشر اللي جواه هو البريشر بتاع
الكولوم اوف ذا ميركوري دوت. يبقى الكولوم اوف ذا ميركوري دوت البريشر بتاعه على النقطه دي هو ايكوال البريشر بتاع الاتموسفير. هو من هنا عرفوا الاتموسفيريك بريشر ايكوال هو وزن الميركوري كولوم دوت اللي موجود في البتاع. اما حسبوه عند سطح البحر لان بتاع ما تفرق، لو قلنا عند سطح البحر الاتموسفيريك بريشر بيفرق، لان انت لو انت ماشي في الشارع اوكي الاتموسفيريك بريشر هو الهواء اللي على راسك من فوق ده كله تاثير، والبريشر اللي نتج عن الهواء اللي على راسك. لو انت طلعت في طياره فوق هيكون اقل، هيكون لحد هنا. لو انت نزلت تحت الارض هيبقى اكتر شويه. لو انت عند سطح البحر السي ليفل، عشان كده دايما يقول لك لما يجي يعمل اكسبيرمنت عشان يشوف الاتموسفيريك بريشر الحقيقي عند السي، يقول لك اعمله عند السي ليفل عشان يشوفه، يبقى حاجه ستاندرد على مستوى العالم. تمام. فهنا الفكره ان هيقعد اللي هيقعد بعد ما يملى دوت كده طبعا ده مقفول من فوق مننا، هيقعد ايه بعد ما ملى التيوب دي وقلبها هنا، اللي يحصل هيقعد ينزل 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 لحد ما يوصل الليفل ده، جه يزق تحت هنا كده، لا اصلا ده كان بيزق، ما ده بيزقه عاوز يطلعه في في هنا بريشر من الاير عاوز يدخله جوه، وده في بريشر من هنا عاوز ينزل كده، هيقعدوا ده ينزل 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 لحد او ده يطلع 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 لحد ما الاثنين يقفوا. ما دام وقفوا يبقى اصبح البريشر اللي جاي من هنا قد البريشر اللي جاي من هنا. طب البريشر اللي جاي هنا في الليفل ده هو الاير بريشر او الاتموسفيريك بريشر، يبقى الاتموسفيريك بريشر لان النقطه دي والنقطه دي هم على نفس الليفل، والنقطه دي كل اللي على السيرفس ده على نفس الليفل، يبقى البريشر اللي هنا الاتموسفيريك بريشر ايكوال وزن اللي ايكوال البريشر الناتج عن وزن اللي الميركوري كولوم اللي هنا. فقال لك خلاص هنشوفه ده كام طوله كام. اما جابوا الانبوبه دي جراديويتد لقوا طولها 76 سنتيمتر من الميركوري ميركوري. تمام. فقال لك يبقى الاتموسفيريك بريشر ايكوال تو 76 سنتيمتر من الميركوري. ده هناخده في السلايد اللي جايه. تمام. خلينا بس نخلص الكونسبت بتاع الميركوري وبعد كده نروح للسلايد الجايه عشان ايه وي شود نوت جامب. يعني ذا ميركوري باراميتر از ذا نيم اوف ذا ديفايس، عشان كده سموه ميركوري عشان الليكويد اللي جواه ميركوري. لان احنا ناخد في السلايد اللي جايه ان في ناس حاولوا يعملوا الاكسبيرمنت دي بس ما جابوش ميركوري، قال لك احنا عندنا ووتر فريش ووتر فنجيب الفريش ووتر. قعدوا يحطوا 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 الفريش ووتر، لقوا ان الميه بتقعد تدخل في الاتموسفيريك بريشر بيزق الميه يطلعها وتطلع من الناحيه الثانيه وتنزل، الاتموسفيريك بريشر بيزق الميه وتطلعها وتقع من الناحيه الثانيه. فاضطر يجيبوا انبوبه طويله شويه، انبوبه طويله شويه، قعدوا لحد ما وصلوا انبوبه تقريبا طولها اكثر من 10 متر. طيب which is not practical to do an experiment، تجيب حاجه طولها 3 ادوار ولا 4 ادوار انبوبه عشان تحطها في قلب الايه؟ في قلب الليكويد لما الميه وصلت لحد اخرها تقريبا يعني حوالي 10 متر اكثر حاجه بسيطه يعني. تمام؟ فقال لك لا، طب ما احنا كنا جبنا حاجه الدنسيتي بتاعتها تقيله يقوم تدي مسافه صغيره، لان انا عندي البريشر ايكوال روجي اتش، الاتش يبقى ايكوال ايه؟ الهايت ايكوال بريشر ديفايدد روجي. تمام؟ يبقى انا عندي الاتش لو انا عايز اقول خلينا ناخد ديفرنت كلر، يبقى انا عندي هنا ممكن اقول الاتش ايكوالز بريشر ديفايدد رو جي. طب كل ما الدنس تكبر الاتش هتقل، يبقى انا ممكن اجيب الميركوري 13 الدنس بتاع الميركوري ميركوري 13600 اوكي متخيل نيوتن بير متر سكوير 13000 الووتر اونلي 1000. تمام. ف اما استخدموا الووتر وصلوا مسافه تقريبا اكثر من 10 متر، فقالوا ان احنا نستخدم ميركوري الدنس بتاعته كبيره جدا جدا وبالتالي هيقدر يدينا مسافه صغيره نقدر نحسب كل حاجه او نقيس كل حاجه من خلالها. تمام. نكمل هنا. The mercury barometer, this is the name of the device that can be used to measure the atmospheric pressure. The atmospheric pressure can be measured by filling a long glass tube. نجيب انبوبه جلاس تيوب long should not be short لان انا مش عارف الطول هيبقى كام، ممكن تتملي لحد 70 ممكن تتملي لحد 10 متر لو هي ووتر ممكن وات ايفر. فاحنا هنجيب long tube with mercury okay then turning it upside down in a bath of mercury. نعملها upside down في bath of mercury. اما تنزل هنا اصلا مفيش مجال يدخل حد يدخلها atmospheric pressure، فخد بالك اما تنزل هنا الحته دي هتبقى فاضيه هيبقى فيها فاكيوم، فما حد يقول لك البريشر عند النقطه دي كده ايكوالز البريشر اللي فيها كله، البريشر فيها هو رو جي اتش بتاع الليكويد ده فقط، هنا زيرو لان اولموست زيرو نير فيري نير تو زيرو يو كان سي ان هو زيرو اوكي. اذا ما فيش دخل اي هواء خالص كان بي اسيومد ات زيرو اوكي. فبالتالي اصبح الاتموسفيريك بريشر وهنا ما فيش حاجه فاضيه، وهنا اتموسفيريك بريشر وهنا وزن العمود اللي الليكويد الموجود عندي. فبيقول لك ذا سبيس ات ذا توب اوف ذا بارومتر از ا فاكيوم اوكي،
السبيس ده is the vacuum and doesn't exert pressure on the mercury. ما بيعملش بريشر عليه تقريبا. You can assume it is zero. The atmosphere pressure, اوكي اللي جاي من هنا الاتموسفير بريشر بيزق عاوز يزق الووتر دوت يطلع او سوري الميركوري ده يطلعه جوه تيوب الجلاس تيوب, والويت اللي هنا دوت عاوز يزق الدوت ويدخل مكانه. فالاثنين لو عملوا بالانسنج هم قد بعضهم, بريشر اللي هنا قد البريشر اللي هنا. تمام. ده اتموسفير بريشر بونس اجينست ذا ميركوري باس اوكي which in turn pushes the mercury up. يقعد يطلع الميركوري يطلع الميركوري لحد ما الاثنين يبقوا قد بعضهم. ده عاوز ينزل بالويت بتاعه وده عاوز يطلع تاني يودوا عضوهم هيقف, مش ولا ده يطلع ولا ده ينزل. تمام. due to the pressure due to the mercury column هنا pressure okay balanced with this atmospheric pressure, نقدر نقول ان انا عندي هنا ان الميركوري كولوم دوت البريشر الناتج عن الميركوري كولوم equal the atmospheric pressure. طيب تعالوا نحسبه عندي كده. اما هم جم حسب عملوا الاكسبيرمنت دي لقوا الطول بتاعه 76 سنتيمتر ميركوري. قالك طب انا عندي الاتموسفيريك بريشر ايكوال رو جي اتش. ما انا عندي كده الاتموسفيريك بريشر اللي هو الايه في الحديقه اتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر الرو هو عندي كان الاكسبيرمنت معموله بالميركوري. تمام. هيبدا يشيل الرو ويحط مكانها 13600. تمام. طب هيشيل الاتش ويحط مكانه 76 سنتيمتر. بطلع انا عندي اليونت كلها بالمتر فحولها ايه 0.76. طب والجرافيتي احطها 10 وبالتالي هيديني الاتموسفيريك بريشر 1.034 تايم 10 باور 5 كيلو باسكال او 103 كيلو باسكال. اوكي ممكن نسميه 100 تايم 10 باور 5 وساعات بيسموه 103 يعني بيبقى في a lot of approximations يعني ممكن تقول 134 103.4 اوكي. سو اتس اب تو يو او اتس اب تو ذا اكزامينر يعني, بس في الاخر احنا ممكن نعتبره 100 كيلو باسكال 100 كيلو باسكال. تمام. او 103 كيلو باسكال او 100 تايمز 10 باور 3 او 1.03 تايم 10 باور 5 اي حاجه فيهم it's correct. okay لو ما اعطكش حاجه في لو ما ادكش حاجه في الامتحان. where h is the height of the mercury, h is the vertical height. برضو مره تانية بنكرر نفس الكلام, h is the vertical height. okay rho is the density of the mercury, g is the gravitational acceleration. لو احنا كنا استخدمنا الووتر, if the water used okay if the water used instead of the mercury we will need a very long tube. ازاي نعرف الموضوع دوت؟ قالك انا عندي البريشر ايكوال رو جي اتش. لو انا استخدمت الرو هنا بتاعت الوتر يبقى انا عندي الاتش ايكوالز الاتش ايكوال بي ديفايدد رو جي بي ديفايدد رو جي. طب انا عندي البريشر جبناه اوريدي الاتموسفيريك 1.034 تايم 10 باور 5 ديفايدد الرو بتاع الوتر. لو انا استخدم الوتر الجرافيتي 10 هيديني 10.3 متر. يبقى انا اي هاف تو ريبليس ذس واجيب تيوب وزنها طولها اكبر من حوالي 3 ادوار, ارتفاع 3 ادوار مباني. تمام. هناخد هنا ايه few examples. in the first example here على الباروميترز, the diagram shows two mercury parameters standing side by side. side by side مين اقدر اقول ان البيز بتاعهم هو نفس الحاجه والهايت بتاعهم نفس الحاجه. تمام. مادام side by side يعني في similarity هنا في الهايت بتاعهم. تمام. the right hand diagram okay shows a tube of a bigger diameter. الديامتر دوت اكبر من الديامتر دوت. But the diagram is incomplete. هنا ما حطش فيه حط A و B و C و D وما كتبش عليه الحاجات. يعني كتب glass tube كتب mercury بس ما كتبش فيه بعض حاجات مش موجودة. Incomplete. There is a vacuum. Okay. There is a vacuum above the mercury tube in the post. So هنا vacuum وهنا vacuum. اوكي فالاثنين دول فيهم فاكيوم. محدش يقول ان في بريشر هنا اتموسفير بريشر, لان لو في هواء هنا هيبقى الهواء المحبوس حتى جوه في اير بريشر. لكن ما دام ما قاليش ان هو في اير جواه يبقى هو فاكيوم, بفترض ان هو فاكيوم. فهو قال لي هنا في مساله صراحه ان هو في فاكيوم above the mercury in the both tubes which labeled the position. انا بوزيشن عندي هنا on the right hand A ولا B ولا C ولا D could show the mercury level in that tube. المركوري ليفل هنا اخره هنا دوت فاكيوم, ده الميركوري ليفل. اي واحد في دول A ولا B ولا C؟ ما هو دوت هنا كده المفروض التاني دي ادخن يكون اللي تحت دوت صح؟ ولا يكون عشان ادخن يكون اللي فوق هو ولا ده ولا ده؟ هو ما دام هم على نفس الحاجه المفروض يكون على نفس الليفل. تمام؟ لان
طول الكولوم دوت او العمود دوت هو ايكوال للاتموسفيريك بريشر. يبقى انا لو جبت النقطه هنا كده ايه اللي فوق النقطه دي هم على نفس الليفل مش هو قال سايد باي سايد؟ البيز هو نفس البيز وده هو نفس الحاجه وده نفس الحاجه. طيب الاتموسفيريك بريشر عند النقطه دي ده مفيش حاجه فوقيها. خد بالك لما اجي اجيب اي اتموسفير اي بريشر بحط نقطه عند الحته اللي انا عاوز احسب عندها واشوف ايه اللي فوقيها. النقطه هنا التركه الوحيده ان انت تنقي الحته تحط عندها. يعني انت لو بتقيس جاز سلندر تحط عند النقطه اللي هي بدايه التوصيل اللي هو الانترسكشن البيز الجاز سلندر والليكويد. تمام. فانا عاوز اجيب الاتموسفير مش هروح الاتموسفير هنا ولا هنا ولا هنا. هجيبه عند نقطه الانترسكشن التقاطع اللي بين الايه اللي بين الاتموسفير وبين الليكويد عند النقطه على السطح بتاعه من بره. يبقى هنا كده كل البريشر فيها هو اتموسفيريك بريشر اتموسفيريك بريشر. طب وهنا عند النقطه دي ما عند نفس الليفل يبقى هنا كده البريشر اللي هنا هو اتموسفيريك بريشر. تمام. طب ما عند النقطه دي ما هو دوت اتموسفيريك بريشر وهنا اتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر هو عباره عن ايه؟ رو جي اتش. هما نفس الماتيريال نفس الماده ميركوري ميركوري. تمام. نفس الجي هي نفس الجي طبعا مع الايرث هما الاثنين فنفس الجي. يبقى الفرق بين الاثنين يبقى نفس الاتش نفس. يبقى لو الاتش هنا 10 سنتيمتر يبقى هنا 10 لو هنا 70 يبقى هنا 70 لو هنا 100 يبقى هنا 100 لو هما ميركوري يبقى هنا 76 وهنا 76 يبقى هو نفس الليفل. يبقى الانسر عندي هنا هتكون ايه؟ هتكون الاجابه نقطه بي. تمام. سو هنا بيقول لك which level position on the right hand could show the mercury level. this is the mercury level لازم يكون على نفس الهايت اللي موجود هنا وبالتالي هتبقى B. الانسر عندي هتبقى النقطة B. اوكي. تمام. example number 2 بيقول هنا the diagram shows a simple mercury barometer used to measure the atmospheric pressure. اوكي. which statement is correct؟ في عندي نقطة اسمها P ونقطة اسمها Q. خد بالك قبل ما نحل المسألة البريشر عند النقطة Q هنا مفيش حاجة غير اتموسفيريك بريشر. البريشر عند النقطة دي اللي هي على نفس الليفل بتاعها الاتموسفيريك ايكوال الكولوم اللي هنا ده كله ده فاكيوم برضه. خد بالك هو ماليش ان في هنا اير يبقى ده فاكيوم. يبقى عبارة عن عبارة عن البريشر الناتج عن الكولوم ده رو جي اتش. تمام. أي ليكويد رو جي اتش على طول. يبقى هنا رو جي اتش وهنا اتموسفيريك اتموسفيريك ايكوال رو جي اتش. يبقى ده الطبيعي لو عند مستوى سطح البحر سي ليفل بيكون ايه؟ هيكون 76 سنتيمتر. which statement is correct the pressure at B is atmospheric at B should be zero لان النقطه دي فاكيوم. فاكيوم يعني في حاجه فيري 0.000 something but احنا كونسيدر اولويز زيرو فبالتالي البريشر هنا زيرو. تمام. لكن هنا كيو اتموسفيريك the pressure at B is nearly zero صح؟ nearly zero. The pressure at Q is lower than the pressure at B. هنا pressure عند Q atmospheric pressure البريشر عند النقطة دي هو equals كام؟ equal البريشر العمود الرو جي اتش بتاع B. فهو أنا بقول البريشر عند B is lower than the pressure عند the pressure عند B أصلا هو البريشر اللي فوقيها مفيش حاجة أصلا فوق ال B. ال B فوقيها vacuum يبقى البريشر عند B أصلا زيرو. فبقول the pressure at Q lower than P which is zero. غلط طبعا البريشر عند Q اكبر من البريشر هنا زيرو. the pressure at Q is zero طبعا ده غلط ده البريشر عند Q هو atmospheric pressure. تمام. ناخد الاكزامبل الثالث هنا. الاكزامبل ده بيقول لك ان ده diagram shows mercury barometer. اوكي. فهو barometer وميركري. تمام. which distance is used to calculate the pressure of the atmosphere. البريشر اوف اتموسفير انا واحده الاتموسفير ما لازم اجيب نقطه اتموسفير واقول ان في نقطه ثانيه زيها. ادي النقطه اللي عند الاتموسفير. هل النقطه دي اللي عند الاتموسفير النقطه دي؟ لا طبعا. النقطه دي البريشر فيها هو البريشر بتاع الحته دي بلس البريشر بتاع الاتموسفير يبقى البريشر عندنا. لكن النقطه دي البريشر اللي عندها هو البريشر بتاع الاتموسفير او النقطه دي او اي نقطه من على السيرفس ده. تمام. يبقى البريشر عند النقطه دي هو الاتموسفيريك بريشر صح؟ مفيش حاجه فوقيها هي الاتموسفير. يبقى النقطه دي البريشر عندها اتموسفيريك والنقطه دي هيبقى نفس البريشر هما الاثنين نفس الليفل صح؟ هيبقى البريشر ده. يبقى انا عندي الهايت دوت البريشر الناتج عن الهايت دوت الرو جي اتش ده هو ايكوال البريشر بتاع الاتموسفير لان هنا بريشر اتموسفيريك ماشي وهنا البريشر ايكوال خلينا نكتبها. يبقى هنا عند النقطه دي البريشر هنا بي اتموسفير والبريشر عند النقطه دي هو رو جي اتش وهتش هنا بكام؟ 75. تمام. يبقى البريشر بتاع الاتموسفير دوت اللي هنا ايكوال للبريشر الناتج عن هايت 75 او ديستانس 75. فبقول لي which distance is used to calculate اللي هو الرو جي اتش احط انا احط الاتش بكام؟ ديستانس احطها ب 75 ولا احطها ب 25 ولا احطها ب 5 ولا احطها ب ايه؟ which distance is used to calculate the pressure
اوف ذا اتموسفير اكيد هي 75. طيب هي مش لازم 76، ممكن تكون 76 7775، بس ات ذا سي ليفل ات ويل بي 76 as per the experiments. اوكي okay? I hope this one is clear. دلوقتي احنا هنبدا في ال مانوميترز. خلينا نشوف كم سلايد. اوكي احسن لتسفنش ده من ديس فيديو. اوكي سوري تو بي لونج فيديو بات بيتر تو فينش ان وان جو. البريشر هنا في الفلويد رو جي اتش زي ما قلنا كده ذا هايت تو بي يوزد ان ذا فورمولا اللي هنا لازم اتاكد ان هو يكون فيرتيكال هايت نوت ذا انكلاين. فبالتالي انا عندي هنا لو انت شفت هنا في الاكزامبل دوت اللي موجود هنا، انا في عندي الهايت 0.7 اوكي. لو جبت واحد تاني 0.95 بس نفس الهايت 0.7 هيبقى الاثنين ايكوال تمام، لان اللي يفرق معايا بس الفيرتيكال هايت. ما دام الفيرتيكال هايت 0.7 وهنا الفيرتيكال هايت 0.7 وبالتالي البريشر عند النقطه دي ايكوال البريشر عند النقطه دي تمام. So the inclined length does not constitute anything for me. Okay. So tilting the barometer, if I tilted the barometer like this, shall not make any difference for me. لأن هيفضل البريشر هو عبارة عن رو جي اتش و اتش هنا الفيرتيكال هايت. هنا هيبقى الفيرتيكال مش هيبقى الانكلاين، ماليش دعوة باللينس ده خالص. اللينس ده مش علاقة فيه. هنا كده برضه نفس الكلام. انا ما يهمني ده اللي يهمني 76 هنا هتبقى 95 ولا 92 ولا whatever ما تفرقش معايا في اي حاجه. انا اللي يهمني الفيرتيكال هايت اللي هو ده هيبقى برده 76 اللي هو ده فيرتيكال وده فيرتيكال هيبقى 76. ما يهمنيش الانكلاين ده ابدا تمام. برده الاشكال دي هنا اللي يهمني الفيرتيكال، اخد هورزونتال ليفل وهورزونتال ليفل الفرق بينهم ده اسمه فيرتيكال ده اسمه فيرتيكال ده اسمه فيرتيكال ده، لكن الانكلاين ده ما يهمنيش في اي حاجه خالص تمام. The pressure at any point in the mercury tube depends on the weight. Okay. The pressure depends on the weight above it. فلو عندي very heavy weight نتيجة ان في H عالية. Okay. وبالتالي pressure هيكون اعلى. Depend on the weight of the column above it. So the pressure at any point is not affected by the width of the barometer. The barometer width بتاعه ما بيفرقش معاه في اي حاجة ابدا. The pressure of the diver. هنا عندي pressure of the diver. البريشر هي الحاجات اللي فوقيه كلها. البريشر اللي على الدايفر ده هو البريشر بتاع الليكويد دوت اللي هو رو جي اتش بلس البريشر على السيرفس. في حاجه ايوه في اتموسفيريك لان ده في الهواء، يبقى البريشر بتاع اتموسفيريك بلس رو جي اتش تمام. النقطه الثانيه هنا اف وي كلايم ماونتين، لو طلعنا ماونتين عشان كده بقول لك كل ما تطلع 100 متر مش عارف درجه الحراره تقل بكام والبريشر يقل بكام. If we climb the mountain or fly in an airplane, okay, the atmospheric pressure decreased. كل ما الالتيتيود بتاعنا، الالتيتيود يعني الهايت الارتفاع بتاعنا يطلع بين ارتفاع مثلا 2 كيلومتر يبقى البريشر عندنا مختلف غير لما كنا في البلين وموجودين على الارض، اما بين على 6 كيلومتر يبقى غير لما كنا في 2 غير لما كنا في 0 وهكذا تمام. كل ما الالتيتيود الارتفاع بتاعنا يزيد انكريز، لان انت كنت هنا كان كل وزن الهواء ده كله اللي فيك لحد الاتموسفير موجود فوق راسك، لما احنا جينا ده كنت انا مثلا هنا كل الاتموسفير كل الهواء الفوقيه دوت عامل وزن عليا، لما طلعت في الطياره بقيت هنا تمام بقى اصبح بس جزء الهواء ده بس الوحيد اللي فوقي هنا كده تمام. فكل ما الاتيتيود يزيد اوكي ذا هايت اوف ذا اير كولوم اون ذا توب اوف ذا بيرسون ديكريز. سو ذا التيميتر ذيس كول اللي عارف الالتيتيود ده الالتيتيود، فجابوا حاجه جاذب قيس الارتفاع سموه التيميتر، جاب من كلمه التيتيود ذا ميتر واتش ميجر ذا التيتيود اسمه التيميتر كونسبت. اوكي ذا التيميتر كونسبت كان بي يوزد تو ميجر ذا هايت. اوكي هنا نفس الكلام بيقول لك نفس الفكره، ان انت لما بتروح اي ريستورنت او تقعد على كافيه او حاجه وتطلب اي كوبايه عصير وتعمل وتجيب الاسترو وتفتكر ان انت بتشفط كتير يعني بتعمل سكشن كبير، انت كل اللي بتعمله ان انت بتسحب الاسترو بيكون فيها هواء اتموسفيريك بريشر من الناحيه دي اوكي والكب من الناحيه دي، فالاتموسفيريك بريشر دوت ودوت عاملين ايه عاملين بالانس مع بعضه تمام. طبعا لو انت حاطط الاسترو على الحرف هنا كده هيبقوا عاملين بالانس مع بعضه، لو انت حاطط الاسترو تحت هنا اللي بيحصل هيبقى عندك الاتموسفيريك بريشر جاي من هنا قبل ما تحطه بقى، الاتموسفيريك بريشر جاي من هنا وفي اتموسفيريك وفي البريشر الناتج عن الحته دي تمام.
فكده كده اصلا اول ما تحط السترو هتلاقي الليكويد يطلع حته كده في قلب الايه، مش يبقوا بالانس. هما لو بالانس هيبقى الهواء لحد هنا كده وده هنا كده، هيقفوا في الحته دي، مش هيدخل اي ليكويد في السترو. لكن هو الحقيقه انت اول ما تحط حاجه في الشاليمو او السترو هنا كده اللي يحصل، او الشفاط دوت اللي بيحصل، بتلاقي الليكويد يدخل. ليه دخل؟ لان في هنا اتموسفيريك بريشر وفي هنا اتموسفيريك، بس في هنا وزن الليكويد رو جي اتش هنا، فالرو جي اتش ده بيدخله حته لحد هنا لحد نفس الليفل بتاعه، يدخل لحد نفس الليفل ده. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ اول ما انت تشفط هنا الهواء، تشيل الهواء الاتموسفيريك بريشر وتحطه جوه بقك وتشفط اتموسفيريك، يبقى عندك البريشر اللي جاي من الاتموسفير اكبر وهنا زيرو، فيبدا يزق الفلويد يدخل. فمش انت اللي بتشفط، انت بتشفط بس الحبه الاولانيين بس، لكن الاتموسفير الاتموسفيريك بريشر بيساعدك، وزن الروجيتش بيساعدك ان هو يدخل الليكويد جوه السترو او الشاليمو او الشفاط او واتيفر يعني، تمام؟ فهنا عشان اتموسفيريك بريشر بيدخل هنا ويزق دوت جوه هنا كده. لو انت عندك اتموسفيريك بريشر هنا هيقاوم الاتموسفيريك بريشر، بس مش قادر يقاوم وزن الليكويد، تمام؟ لازم تنفخ عشان توقفه وترجعه هنا في الحرف تاني، ماشي؟ فهنا ذا ليكويد از بينج بوشد تو ذا اب سترو، اوكي؟ ذا اتموسفير از ليس ذان ذا بريشر هير. بعد ما عمل بعد ما شفط بقى زيرو تقريبا، ما هو مش زيرو قوي بس بقى زيرو تقريبا يعني، لانه شفط الهواء اللي هنا اصبح فاكيوم، تمام؟ فاصبح هنا اكبر من هنا فيبدا يدخل جوه. نفس الفكره بتاعت السيرنج هنا، اما تيجي انت تحط السرنج في قلب الليكويد وتشفط وتفتح السرنج شويه، يعني انت السرنج هنا كده وجبت السيرنج دي وقمت سحبتها لورا، شديت دي لورا شويه كده، اما شديت لورا يحصل بقى عندك فيه فاكيوم هنا، ففي اتموسفيريك بريشر هنا جاي من بره، تمام؟ اتموسفيريك بريشر ووزن الليكويد اللي هنا، شوف انت حاطه في قلب البتاع الليكويد لحد الحته دي، الرو جي اتش، رو جي اتش زائد الاتموسفيريك بريشر اللي هو جاي من بره من هنا، الاثنين دول مع بعضهم، وهنا مفيش حاجه بتقاومهم، مفيش حاجه بتعمل العكس، هنا زيرو، تمام؟ مفيش غير وزن الليكويد ده بس. اللي يحصل هيبدا يدخل هنا على طول اوتوماتيك، هتلاقيه بيدخل في ايه؟ قلب السيرنج يملاها، تمام؟ نفس الفكره هنا، فيقول لك هنا ايه؟ ذا اوكي ذا بريشر اون ذا ليكويد ان ذا كاب will be higher than the pressure in the straw. البريشر اللي هنا في الليكويد اكبر من اللي في السترو، so the atmospheric pressure will push the liquid into the straw and into your mouth. The syringe, the concept of difference between the atmospheric pressure, okay, نفس الفكره between the atmospheric pressure outside the container هنا atmospheric، وانت بتسحب حته كده او ما تشد السرنج حته، اللي يحصل بيبقى في عندك فاكيوم هنا موجود، فالفاكيوم ده البريشر بتاعه زيرو، وهنا في بريشر اكبر فبيدخل الليكويد جواه. So the concept of the difference between the atmospheric pressure inside the container, okay, atmospheric pressure هنا وهنا, okay, and the atmospheric pressure and the atmospheric pressure outside the pressure, the نفس الكونسبت بنستخدمها اللي احنا كنا خدناها في مسألة في الكان، لو تفتكر انت العلبة الفاضية وكان فيه atmospheric pressure inside و atmospheric pressure outside. هنا نفس الفكرة، هيبدا يحطها هنا كده، في atmospheric pressure موجود، وهنا أول ما يسحب دي كده شوية هنا كده ويطلعها فوق شويه، يبقى هنا الحته دي فيها فاكيوم، هيبقى زيرو بريشر، هنا زيرو، وهنا في بريشر هيزق الليكويد يدخله جوه في قلب السيرنج، تمام؟ بعد كده هناخد حاجه اسمها المانوميتر، هناخد حاجه اسمها المانوميتر. يبقى احنا كده خلصنا البارومترز، اوكي؟ نحط فيها ليكويد ومالوبين. المانوميتر هو جهاز بنستخدمه عشان نقيس بيه البريشر بتاع حاجه ثانيه، تمام؟ فهو عباره عن انبوبه وفيها ليكويد، والليكويد ده بنحطه، فبتبدا تركب انت حاجه مثلا يكون البريشر بتاعها صغير. طبعا في منها انواع كتير، وفي انواع بتقيس بريشرز كبيره، وفي انواع بتقيس بريشرز صغيره جدا في اللاب، فقط في اللاب، تمام؟ ف ده اتموسفيريك بريشر ابلكيشن من ضمن الاستخدامات اللي بيستخدم فيها الاتموسفيريك بريشر، ممكن استخدمها في زي ما قلنا هنا كده، استخدمها في السايرنج، ممكن استخدمها في السترو، ده من الابلكيشن طبعا، سترو سايرنج، ممكن استخدمها في المانوميترز. المانوميتر از ا ديفايس ذات يوز تو ميجر the difference between the pressure of the gas in a container and the atmospheric pressure. فانا عندي هنا ده كونتينر وفيه جاس، ممكن الكونتينر ده تعتبره بالونه، تعتبره خزان، تعتبره اسطوانه البوتاجاز بتاعت البيت مثلا، وانت وصلته هنا كده بيها، تمام؟ او وصلت هنا كده بيها، تقدر تعتبره اي حاجه، وتبدا تشوف اللي يحصل. اول ما تفتح اسطوانه البوتاجاز بتاع البيت ودي فيها ليكويد، هتبدا تزق الليكويد دوت كده، هتزقه وتطلعه فوق هنا كده، تمام؟ طبعا هي مش الاسطوانه نفسها، لان الاسطوانه فيها بريشر كبير جدا جدا، ممكن تطير الليكويد ده بره اصلا، بس فرضا يعني ان هي فيها حبه صغيرين، تمام؟ وانت او بريشر صغير فاضي يعني، او خلاص قربت تفضى، فاللي يحصل هتزق ده شويه، اما تزق الليكويد هم المفروض الاثنين كانوا قدوا بعضهم هنا كده، اما زقته ده نزل حبه تحت وده طلع حبه فوق، ده نزل حبه تحت، وطبعا حبه دول من جم هنا بقى ايه طلع فوق، يا ده كان كده النقطه هنا،
المفروض ده النقطة اللي في الوسط مثلا، فدوت الاثنين كانوا هنا في الأول، أما ده نزل حبة ده طلع حبة، بأصبح الفرق بين الاثنين دبل المسافة. يعني لو كان مثلا ده نزل 10 ده هيطلع 10، يبقى الفرق بين الليفل الجديد والليفل القديم بقى 20. يبقى هما في الأول أصلا كانوا الفرق بينهم كان 10 هنا، ده الأول خالص كانوا كلهم على نفس الليفل، كان كلهم هنا كده، وده كان لحد هنا كده، ما كانش في أي حاجة تاني، ما كانش في حاجة فوق هنا خالص، ماشي، كان نفس الليفل. أما ده نزل 10 ده طلع 10، بقى أصبح الفرق 10 فوق و 10 تحت، فرق 20. تمام، أتمنى يكون الجزء ده إيه واضح. تمام، يبقى أصبح فرق عندي هنا 20. أنا ما يهمنيش فرق 20 ولا فرق 10، لأن أقول لك الطريقة الكويسة اللي تقدر تستخدمها هي وبسيطة. أنت عاوز تقيس الجاس اللي فيه، البريشر اللي فيه، البريشر بتاع الجاس اللي في السلندر. البريشر بتاع الجاس اللي في السلندر دوت من أول نقطة تقاطع بينه وبين الليكويد هي النقطة دي. يبقى إيه البريشر اللي عند النقطة دي؟ مفيش بريشر أي حاجة غير الجاس اللي جاي من السلندر. يبقى البريشر عند النقطة دي هو البريشر بتاع الجاس اللي جاي من السلندر. عشان كده أنت بقول لك امشي معاه لحد ما توصل أول نقطة تقاطع مع الليكويد انترسكشن. يبقى هو ده البريشر، البريشر عند النقطة دي هي البريشر بتاع الجاس بتاع الليكويد. يبقى ضروري كده ده البي بتاع الجاس عند النقطة دي. طيب النقطة دي والنقطة أي نقطة على نفس الليفل هما إيكوال لبعضهم صح؟ يبقى البريشر بتاع الجاس اللي هنا إيكوال البريشر عند النقطة دي. طب البريشر عند النقطة دي إيكوال إيه؟ إيكوال رو جي اتش دوت بلس اللي فوقيه. هل في حاجة فوقيه؟ في أتموسفير؟ أيوه في أتموسفير. يبقى دي عبارة عن البريشر بتاع النقطة دي أو البريشر بتاع الأتموسفير، خلينا نكتبه تحت هنا، عبارة عن بريشر أتموسفير بلس رو جي اتش بتاع الحتة دي، رو جي اتش بتاع الحتة دي. تمام، يبقى بمنتهى البساطة أقدر أقول إن البريشر بتاع الجاس إيكوال الرو جي اتش بلس الأتموسفيريك بريشر. أتمنى دي تكون واضحة عشان نفس الكونسبت هنكررها هنا أكتر من مرة عشان نثبت الفكرة. تمام، تعال ناخد الإكزامبل ده كده، هو مش إكزامبل يعني الإستريتنج إكزامبل، يعني مش مسألة. تمام، فهنا أنا في عندي أنون بريشر، بريشر جاي من هنا من سلندر من أي حاجة أنا ما أعرفش إيه هو البريشر ده، أنون بالنسبة لي أنون. بيدخل هنا بيبدا يزق الليكويد، زق الليكويد طلع ده كده. هما في البدايه كانوا هنا كده مع بعض، ده نزل حته وده طلع حته، مش هيفرق معايا. المهم ان البريشر ده انا مش عارفه، ده عاوز اقيسه، فاجيب النقطه دي البريشر عندها هو نفس البريشر اللي انا مش عارفه، لان يعني مفيش اي بريشر، مفيش اي ليكويد، مفيش اي حاجه تانية، كل اللي فوق هنا هو الجاس، والبريشر اللي هنا هو البريشر بتاع الجاس اللي جاي من هنا. يبقى ده البريشر بتاع الجاس عند النقطه دي. طب النقطه دي في اللي زيها الناحيه الثانيه هي رو جي اتش دي بلس البي اتموسفير، بي نوت اما اكتبها لك معناها بي اتموسفيرك. تمام، يبقى البي نوت ايكوالز بي نوت يعني بي زيرو ايكوال بي اتموسفيرك. يبقى لو انا خدت عند النقطه دي كده، يبقى هنا بي الجاز والنقطه دي كده خدت عندها سمت خط هورزنتال، يبقى عباره عن رو جي اتش وده الهتش اهوت بلس البي اتموسفيرك بلس البي اتموسفير. تمام، يبقى انا كده جبت البريشر بتاع الجاز، لان دوت مجرد بحس احط قيمه الرو حسب الليكويد، الجي 10 والليتش انا عارفها اصلا من هنا، والاتموسفير بريشر انا عارفه، انا جبت البي بتاعت الجاف. تمام، طب لو انا عاوز اقول الفرق بين البريشر دوت، انا قلت البريشر ده بتاع الجاز ايكوال البي اتموسفير البي اتموسفيرك بلس رو جي اتش، البريشر ده ايكوال البي اتموسفيرك بلس رو جي اتش. طب انا عاوز اقول البريشر دوت بتاع الجاس ماينس البريشر اتموسفيريك، يعني هو اكبر من الاتموسفيريك بايه؟ ايكوال رو جي اتش. يبقى الفرق بين الاثنين تمام هو الرو جي اتش دوت اكبر من الاتموسفيريك بايه؟ بالرو جي اتش اللي هو الليكويد. تمام، في ناس بقى بيسموه دوت اللي هو الجيجد واللي هو الابسوليوت. ابسوليوت يقول لك انت قول لي البريشر دوت ايكوال بريشر بلس الاتموسفيريك، واحد يقول لك لا قول لي هو اكبر من الاتموسفيريك بقد ايه؟ طول الرو جي اتش فقط. يبقى كده كانك بتعمل ماينس الرو جي، ده بيسموه الجيج او السكيل، الجيج بريشر. اوكي، ده بيسموه ليه الجيج بريشر؟ الجيج بريشر اللي هو قد ايه اكبر من الاتموسفير، يعني البريشر ماينس الاتموسفير هو اللي عباره عن البريشر اللي هنا ماينس الاتموسفيريك بريشر، فبيديك بس الليكويد بس الرو جي اتش. ففي الحاله دي لو انت عاوز تحسبه مباشره هتعمل ايه؟ اوكي، في الحاله دي لو انت عاوز تعمله تحسبه ممكن تعمل، لو انت عاوز تجيب الجيج، الجيج مش الابسوليوت، احنا قلنا الابسوليوت هنجيب عند النقطه دي وهنقول هنا البريشر ايكوال هنا البريشر، البريشر اللي هنا ايكوال البريشر اللي هنا، البريشر اللي هنا ايكوال بي اتموسفيريك بلس رو جي اتش. يبقى نقول البريشر ماينس البريشر اتموسفيريك ايكوال رو جي اتش.
طب دوت معناه ايه؟ معناه بيسموه الجيج بريشر، الجيج از نوت ابسوليوت، ده اسمه ابسوليوت، هو عباره عن اتموسفيريك بلس الرو جي اتش ابسوليوت بريشر، تمام؟ لكن ده اسمه جي رو جي اتش فقط، يبقى انا نقصت منه الاتموسفيريك بس اسمه رو جي اتش، تمام؟ اللي هو عباره بس عن الحته دي، هو ده الفرق بينهم، بين لان في عندي فوق هنا الاتموسفيريك. فاقول لك لو قال لك عاوز الجيج يبقى عاوز بس وزن الليكويد، مش وزن الليكويد، البريشر الناتج عن وزن الليكويد هو الرو جي اتش. يبقى لو قال لي جيج يبقى عاوز رو جي اتش. لو ابسوليوت اللي هو في العادي احنا بنجيبه في كل المسائل الا اذا هو قال لي جيج، هو عباره عن بريشر هنا، البريشر هنا، وعباره عن بريشر هنا، عباره عن البريشر اتموسفيريك بلس الرو جي اتش. ده في كل المسائل لازم نستخدم القانون الجنرال، الا اذا هو قال لي هات لي الجيج بريشر. الجيج بريشر في الحاله دي بقى اقول ماينس الاتموسفير، بحسب ده عادي جدا، واقول ماينس اتموسفير، يبقى بي اتموسفيريك هنا، بي اتموسفيريك بلس رو جي اتش ماينس بي اتموسفيريك مره ثانيه انقص منها بي اتموسفيريك، هيكنسلوا بعضهم، يفضل عندي رو جي اتش لو انا مش عاوز احفظ ايه اي حاجه. طب تعال نشوف اللي تحت هنا كده برضه نفس الكلام، جاب هنا بس هنا جاب الفلاسك من الناحيه دي، تمام؟ وهنا قال الاتموسفيريك بريشر، الاتموسفيريك بريشر زق الليكويد نزله اقل، مع ذلك الاتموسفيريك بريشر ده اكبر من اللي موجود في الفلاسك، تمام؟ اجي هنا عند النقطه دي كده، ايه البريشر اللي عندي هنا؟ البريشر اللي هنا هو الرو جي اتش بريشر هنا، رو جي سوري البريشر هنا هو الاتموسفيريك بريشر، ده اتموسفيريك، تمام؟ البريشر هنا بي اتموسفيريك عند النقطة دي. طب عند النقطة دي هي نفسه اللي عند النقطة اللي قصادها الناحية التانية. طب البشر عند النقطة دي عبارة عن رو جي اتش بتاع الحتة دي، ده الهتش اللي عندي رو جي اتش، تمام؟ بلس البريشر اللي هنا عند فصل، إذا كان في بريشر يعني، تمام؟ لو أنا عاوز أجيبه من الناحية التانية كده هلاقي هنا اللي البريشر الأتموسفيريك هو أعلى، يبقى أنا هجيب أجي عند نقطة، دايما باجي أخد عند النقطة الأضعف أو الأوطى، دي النقطة الأقل هنا المنخفضة يعني. يبقى البريشر هنا عباره عن البريشر اللي جاي من الفلاسك، البريشر بتاع الفلاسك ايكوال اللي قصاده، اللي قصاده من الناحيه الثانيه دي عباره عن رو جي اتش الحته دي، ده الاتش بلس البريشر الاتموسفيريك، اوكي؟ بلس يبقى بي اتموسفيريك بلس رو جي اتش، بي اتموسفيريك بلس رو جي اتش كلهم مع بعضهم اتموسفيريك، وده هيدي النقطه دي اللي هي ايكوال للبي بتاع الفلاسك، تمام؟ نفس الفكره برضو هنا كده نفس الكلام، اوكي؟ لو انا جبت هنا جهاز سلندر برضو وفتحته نفس الكلام، هتعمل نفس الكونسيبت، هاجي هنا عند النقطه دي او نقطه فيهم اللي هي دي، يبقى البريشر هنا هو البريشر بتاع السلندر، تمام؟ ايكوالز ايه؟ ايكوال البريشر ده رو جي اتش بلس هنا. بص قال لي ايه؟ قال لي ده كلوزد اند. اما يقول لك كلوزد اند معناه ان الاتموسفير مش هيعرف يدخل من هنا، ما تقدرش تقول في الحاله دي ان انا عندي اتموسفيريك بريشر. امال اقدر اقول لي عندي ايه في الحاله دي؟ خلينا جاست ليت اس كلير ات، اوكي؟ سو ان ذيس اكزامبل البريشر عند النقطة دي هو بي بتاع الجاز. طب عند النقطة اللي قصادها الناحية التانية هو عبارة عن البريشر هنا هو عبارة عن رو جي اتش هنا بلس البريشر اللي فوق. ايه البريشر اللي فوق؟ مفيش، المفروض اتموسفيريك، لا هو ما قاليش، قال لي كلوزد، كلوزد يعني مفيش هواء يدخل، الحتة دي كانت مقفولة، يبقى ده أصلا فاكيوم، تمام؟ المفروض في مسألة يقول إن هو فاكيوم، بس حتى لو ما قاليش ما دام دي مقفولة يبقى ده المفروض هي كانت مليانة في الأول خالص وقعدت تنزل تنزل لحد ما وصلت هنا، فده بقى فاكيوم، تمام؟ فما دام كلوزد مفيش أتموسفيريك، يبقى البريشر اللي هنا بتاع الجاز إيكوال رو جي اتش فقط، لأن في الحالة دي مفيش عندي أتموسفيريك بريشر. طب لو هنا بقى نفس المسألة، لو أنت شفت نفس الإكزامبل اللي إحنا شفناه هنا ده، اللي يحصل هنا؟ نفس ده هو نفس ده بالظبط، بس الفرق ان ده مفتوح، الانبوبه مفتوحه من فوق التيوب وفي اتموسفيريك بريشر، يبقى البريشر هنا عند النقطه دي البي بتاعت الجاز هي نفسها البريشر اللي هنا اللي هو عباره عن رو جي اتش بلس الاتموسفيريك، هنا في بلس اتموسفيريك، يبقى اتموسفيريك بلس رو جي اتش، لكن هنا عشان مقفوله مفيش اتموسفيريك بريشر. هنا بنشوف النقطه الصغيره فين؟ الواطيه المنخفضه، يبقى البريشر هنا هو البريشر ده اسمه اتموسفيريك. مفيش عندي حاجة عند النقطة دي غير اتموسفيريك، يبقى هنا بي اتموسفيريك. يبقى ده أصبح كأنه باروميتر، كأنه جهاز باروميتر بيقيس الاتموسفيريك بريشر عند النقطة دي ايكوال رو جي اتش بلس البريشر اللي جاي من هنا كده. تمام؟ أتمنى يكون الجزء دوت هنا إيه واضح برضو معانا. هناخد دلوقتي مجموعة من الإكزامبلز على المانوميترز. بس جاست 3 اكزامبلز جاست ريفريش اور ميموريز يعني على الاشياء اللي احنا خدناها.
فهنا بيقول لك ده ووتر مانوميتر، سو مانوميتر والموجود فيه ووتر، فعرفت الدنس بتاعته. لو حد يقول انه في مثلا جزء اويل مع ووتر او ميركري او كذا، فلان احيانا خد بالك بيجيب لك في جزء من الطبقه هنا، يحط لك طبقه من فوق من هنا اويل بدنسيتي معينه وطبقه هنا ووتر. ففي الحاله دي لما تيجي تجيب الفرق هنا هتقول رو جي اتش للاويل لوحده بلس رو جي اتش للووتر، لان الرو مختلفه عن الرو. الجي هي نفس الجي، الاتش المكتوب عندي في المساله، لكن الرو مختلفه عن الرو. فلازم تعمل كل وزن كل الكولومز اللي فوقيه. لو قالك ده نص اويل ونص ووتر يبقى رو جي اتش هنا ورو جي اتش هنا. تمام. The water manometer is used to measure the pressure of the gas supply. The gas supply عاوز يقيسه. فهم في الاول كانوا الاثنين زي بعضهم عند نفس الليفل اللي هو عامله لنا دوت، وبعد كده ده نزل 10 وده طلع 10 سنتيمتر. تمام. يبقى انا لو عاوز اجيب الجيج اللي هو ملوش دعوه بالجيج، ملوش دعوه بالاتموسفير، يبقى هو الفرق بين دوت الليفل ده والليفل ده اللي هو الروجي اتش الجديد ال 20 10 هنا و 10 اللي هو الروجي اتش. فرق الليكويد، فرق اعمل خط هوريزونتال واجيب فرق الليكويد بس روجي اتش. بس انا ما بعوزش كده. انا الطريقه الستاندرد بتاعتي اللي بشتغل بيها طلع كل المسائل 100% صح، هي ان انت تيجي عند النقطه المنخفضه دي عاليه دي المنخفضه، اجي عند النقطه دي واقول هنا ده كده البريشر، ده البريشر بتاع مين؟ ده البريشر بتاع الجاز، البريشر بتاع الجاز اللي هنا النقطه دي، ارسم خط هوريزونتال يبقى دوت ايكوال بريشر، لان البريشر بتاع الجاز ده ايكوال ايه؟ ايكوال رو جي اتش الحته دي اتش، يبقى ايكوال رو جي اتش بلس اللي فوقيها البريشر بتاع الحته دي، ويبقى في حاجه ثانيه فوقيها ايوه المفتوح حياته ما قالش اي حاجه، يبقى ده البريشر بتاع الاتموسفير. تمام. تعال نشوف السؤال بيقول لنا ايه. بيقول لك وين اتز اتاش تو ذا جاز سبلاي، وصلها بالجاز سبلاي اللي حصل. The water falls on the left side, okay, and rises on the right side. The difference between the levels, okay, of the water in the two sides, difference between دوت دلوقتي ودوت بقى كام؟ بقى 20 سنتيمتر. بقى 20 سنتيمتر. Okay. What is the pressure of the gas supply؟ ايه البريشر بتاع الجاز سبلاي؟ ما البريشر بتاع الجاز سبلاي عند النقطة دي، الجاز سبلاي البريشر بتاعه هنا كده. البريشر بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن رو جي اتش، أوكي، بلس الأتموسفيريك بريشر. صح ولا غلط؟ صح، يعني عباره عن اتموسفيريك بريشر زائد البريشر اللي ناتج عن اللي عن ال 20 سنتيمتر. فبيقول ذا بريشر اوف ذا جاز سبلاي ذا بريشر ديو تو 10 سنتيمتر ديبس اوف ذا ووتر. غلط. ذا بريشر ديو تو 20 سنتيمتر. غلط. ذا بريشر ديو تو 10 سنتيمتر ديبس اوف ذا ووتر بلس ذا اتموسفيريك. غلط، مش 10. البريشر عباره عن 20 سنتيمتر هنا، عباره عن ايه؟ 20 سنتيمتر اللي هو ده 20 due to the 20 سنتيمتر depth plus the atmospheric pressure. تمام؟ يبقى البريشر عند النقطه دي بتاع الجاز هو نفسه البريشر هنا اللي هو البريشر الناتج عن 20 سنتيمتر plus atmospheric pressure. يبقى هي الانسر دي. تمام؟ خلينا ناخد الجهاز دوت، ده شكله بيجي في امتحانات قديمه كتير وشكل الناس تتخض منه، لكن هو ايه؟ قلب ابيض يعني بسيط قوي الاكزامبل دوت. The manometer is used to indicate the pressure in a steel vessel. ده شكل steel vessel مالهاش اي علاقه بيها خالص، ولا كان موجود شكلها للخد ده. انا كل اللي يهمني اعتبر الحته دي بس ان في حاجه هنا كان في كده تيوب ماشي، وفي ارو بيقول لي في جاز سبلاي بس، وماليش دعوه بالباقي الحاجات دي كلها. انسى القصه دي كلها. هي دي مشكله اللي هي الاسئله اللي بيجي فيها رسومات، في ناس بتخض من شكلها وهي يكون قلبها ابيض جدا يعني. انت بس كل الموضوع هنا تيجي هنا تنسى الموضوع ده جاز سبلاي وتشيل كل الحاجات ترميها في الزباله. تمام. The manometer is used to indicate the pressure on the steel vessel as shown in the diagram. What value does the liquid manometer give for pressure in the vessel? البريشر في الفيزل، فين البريشر في الفيزل؟ ادي البريشر في الفيزل هنا عند النقطه دي، مفيش اي حاجه فوقيها غير البريشر في الفيزل. طب ما البريشر في الفيزل هو نفسه الليفل دوت، طب ما الليفل ده ايه اللي فوقيه؟ مفيش حاجه غير اتموسفيريك بريشر، مفيش هنا الاثنين على نفس الليفل يعني. تمام. فالبريشر هنا في الفيزل دي هو نفس الليفل اللي هنا، فالبريشر هنا هو اللي هنا، هنا مفيش اي ليكويد مفيش رو جي اتش، هو بس اتموسفيريك. عشان كده الانسر هنا اتز ايكوال تو ذا اتموسفيريك بريشر. في واحد يقول لك اتز ايكوال تو زيرو، لا اتز ايكوال اتز بتوين زيرو اند اتموسفيريك. غلط. اتز جريتر ذان ذا اتموسفيريك. غلط. لو كان جريتر ذان كان قدرت تزق ده تنزله تحت هنا وده يطلع فوق هنا كده. تمام. فاتز ايكوال تو اتموسفيريك بريشر. الاكزامبل نمبر 3 والاخير عندي في درس البريشر ان ليكويدز، هنا برضه عن المانوميترز. هنا بيتكلم على ان انا عندي دايجرام شو اسمبل ميركوري باروميتر الونج سايد. الونج سايد مينز البوتوم بتاعته هو نفس البوتوم الليفز، لو في اي حاجه في سيميلارتي في الليفل هتبقى نفس الحاجه. تمام. سايد باي سايد الونج سايد ميركوري مانوميترز. اوكي.
حتى لو عايز اخد ريدنج من هنا ممكن اخد ريدنج من هنا، اخد ريدنج من هنا على مزاجي يعني، اللي هو الونج سايد. تمام، حاطط الماستر يعني. مانوميتر كونتينز سام ترابد جاز. تمام، فقال لي ان في بعض الجاز اللي التراب، وادانا الرسم هنا. قال لي ده طبعا بارو ميتر، ده الاتموسفيريك بريشر، بيقيس الباور، بيقيس الاتموسفيريك بريشر. تمام، وهنا دوت مانوميتر. اوكي، قال لي ده في ترابد جاز. يعني ايه في ترابد جاز؟ الترابد جاز ده مش فاكيوم، معناه ان في اتموسفيريك بريشر. ترابد جاز معناه ايه؟ ان جاز، غاز عادي، هواء، اير. لو قال لي فاكيوم يبقى زيرو، زي ده كده فاكيوم يبقى زيرو، لكن قال لي ترابد جاز يبقى ده هواء. اول ما جه كان جاي من الاتموسفير، من الجو اللي احنا عايشين فيه، فدخل هنا واتحبس، ففضل بالبريشر بتاعه، فهنا البريشر بتاعه اتموسفيريك. يبقى اما ما يقوليش فاكيوم، او يقول لي ان في هنا ترابد جاز او ترابد اير، معناه ان في بريشر جوه ده. يبقى في الحاله دي في عندي بريشر. تمام، تمام. فبيقول لي وات از ذا بريشر اوف ذا ترابد جاز، فين الترابد جاز؟ ادي البريشر بتاعت، اجيبه هنا ولا هنا ولا هنا؟ عند الانترسكشن هنا كده، الترابد جاز هنا كده، اجي عند الترابد جاز، يبقى هنا البريشر بتاع الترابد جاز ايكوال البريشر دوت بلس الاتموسفيريك بريشر. سوري، ده هنا كان مقفوله، سوري النقطه دي. اي سوت اتس اوبن، اوكي، ذس وان كلوزد، فبالتالي ده مش اتموسفيريك بريشر، ده ترابد جاز بس دي مقفوله. سوري، الناحيه دي هي مفتوحه، اوكي، دي مقفوله، سوري. فبالتالي الترابت جاز ده عنده بريشر، بس انا ما اعرفش البريشر بتاعه ايه. فعند اجي عند النقطه دي الانترسكشن، واحسب اللي ده اسمه البريشر بتاع الترابت جاز، البريشر بتاع الجاز او الترابت جاز. اجي هوريزونتال هنا كده واشوف البريشر دوت ايكوال البريشر عند النقطه. طب البريشر عند النقطه دي ايكوال رو جي اتش، رو جي اتش بلس، في حاجه ثانيه فيه؟ ايوه، هنا مفتوحه، هنا يبقى بلس اتموسفيريك، بلس البريشر اللي هو الاتموسفيريك. طب الرو جي اتش، الرو عندي بكام هنا؟ الرو عندي ب 10، سوري الاتش عندي بكام؟ ب 10. هنا الاتش عندي ب 10، خلينا نمسح الحته دي. يبقى انا عندي الرو، مش تفرق معايا، انا عندي الاتش. تمام، عندي الاتش هنا بكام؟ ب 10. او اقدر اقول ان دوت عباره عن 10 كله على بعضيه 10 سنتيمتر ميركوري، لان انا في عندي طريقه بقيس بيها البتاع، ممكن اكتبها بالباسكال، ممكن اكتبها 1.034 تايم 10 باور 5، مكتوبة 100 كيلو باسكال، ممكن اقول 76 سنتيمتر ميركوري. اوكي، فهو هنا بيستخدم نظام السنتيمتر ميركوري، سنتيمتر ميركوري. فانا ممكن انا استخدم نفس الكونسبت، وده ميركوري اصلا. تمام، ده ميركوري باراميتر، وبالتالي انا اقدر استخدم الميركوري. في الحاله دي اقول هنا ايه؟ اقول 10 ميركوري سنتيمتر ميركوري الروجي اتش. تمام، وزن الليكويد دوت او البريشر الناتج عن وزن الليكويد دوت 10 سنتيمتر ميركوري. طيب بلس ايه تاني؟ بلس الاتموسفيريك بريشر. الاتموسفيريك بريشر كام؟ ما هو دوت ده جهاز باروميتر، ملوش وظيفه غير بيقيس لي البريشر. اتموسفيريك بريشر، طب الاتموسفيريك بريشر هنا بكام؟ ب 76. اوكي، فهو اداني الاتموسفيريك بريشر 76، عشان كده هو قال لي ده سايد باي سايد. اوكي، فبلس 76، يبقى انا عندي هنا 76. اوكي، عندي هنا 76، وظيفته الوحيده اللي هجيب منه، هجيب منه اتموسفيريك بريشر، وانا عندي هنا عباره عن البريشر رو جي اتش بلس الاتموسفيريك. طب ما انا عندي رو جي اتش اصلا هي وزن الكولوم اوف ذا ميركوري، واتش از 10 سنتيمتر، وهنا 76 سنتيمتر، سو التوتال ويل بي 86 سنتيمتر اوف ذا ميركوري. This will be the answer. So this will be the pressure of the trapped gas. The pressure of the trapped gas will be equal to this pressure, which is 10, plus this pressure atmospheric, which is 76. 76 plus 10 equals 86. Okay, so this will be the answer of this one. I hope this one is clear. And by here, we have reached the end of this video. Thank you very much.